نبدأ المنطقة الأولى اللي هي الشولدر ريجن، منطقة الكتف. بكتورال أو شولدر جيردر، حزام الكتف أو حزام الصدر، consists of two pairs of bones that attach the upper limb to the body. تتكون من زوجين من العظام التي تربط الأطراف العليا بالجسم. Each pair is composed of scapula or shoulder plate and the clavicle or collarbone. إذا هو يتكون من مجموعتين من العظام، واحدة على اليمين وواحدة على اليسار. كل مجموعة من العظام يتكون من عظمين، عظم الكلافيكل اللي هو عظم الترقوة اللي هو العظم المدور خلينا نقول، وعظم الاسكابيولا اللي هو عظم لوح الكتف. فهذه صورة نشوفها بالفرونت فيو بالانتيريور فيو بالنسبة إلى شولدر جيردر، حزام الكتف. أول عظم هو الاسكابيولا. It's a flat triangle bone that can easily be seen and felt in a living person. هو عبارة عن عظم مثلث ومسطح بالإمكان أن نشاهده ونشعر به في الإنسان الحي. The base of the triangle, the superior border faces superiorly and the apex, the inferior angle is directed inferiorly. قاعدة المثلث هي الحدود العلوية والتي تتجه نحو الأعلى، وقمة المثلث هو الزاوية السفلية التي تتجه نحو الأسفل. يعني هو عبارة عن عظم مثلث، القاعدة تكون للأعلى والقمة تكون للأسفل. لو نجي نشوف هذه الصورة، فهذه صورة بالانتيريور فيو، وهنا أنا بالليتر فيو يعني صورة طرفية من الطرف، وهذه بالبوستيريور فيو. فالسكابيولا يبين عندي هنا بشكل مثلث، يعتبرون انه هذه القاعدة وهنا تيجي قمة هذا المثلث، فهو يعتبر عظم مسطح لأنه هنا بمستوى سطحي، وعظم مثلث قاعدته الأعلى وقمته الأسفل. The large acromial process which can be felt at the tip of the shoulder has three functions. إجاني عظم جديد اللي هو الأكروميان بروسس. بروسس يعني بروز. الأكروميان بروسس يعني shoulder tip، يعني النقطة الطرفية في الشولدر، طرف الشولدر. هو بالإمكان أنه أيضا نشعر به في طرف الكتف. نرجع للصورة، فهنا هذا هو الأكروميان بروسس. يبين هنا بالبوستيريور فيو، هنا الأكروميان بروسس. هذا هو الأكرومي بروسس بالليتر فيو. الأكرومي بروسس لديه ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى to form protective cover for the shoulder joint، ليشكل غلاف لحماية مفصل الكتف. الوظيفة الثانية to form the attachment cell for the clavicle، ليشكل منطقة لارتباط الكلافيكل. يعني لو نرجع لهذا الرسم، فهنا هذا هو الأكرومي بروسس اللي هو مرتبط بالكلافيكل، يعني الكلافيكل جاي من الانتيريور فيو مرتبط بالأكروميون أوف سكابيولا. إذا لولا وجود الأكروميون لكان الكلافيكل هنا سائب في مكانه. إذا وجود الكلافيكل أصلا يشكل نقاط حتى يرتبط بها عظم الكلافيكل. To provide attachment point for some of the shoulder muscle. وهذه وظيفة لأغلب العظام والبروزات اللي حناخذها، أنه تشكل نقاط حتى ترتبط بها عضلات هذه المنطقة، لأن العضلات ترتبط في مواضع معينة بالسكيليتال. The scapular spine extends from the acromion process across the posterior surface of the scapula and divided that surface into a small supraspinatus fossa superior to the spine and a large infraspinatus fossa inferior to the spine. مصطلح جديد هو scapular spine اللي هو شوكة لوح الكتف خلينا نقول. لو نشوف هذا البروز اللي موجود بالسطح الظهري، هذه هي السباين اوف سكابيولا. هذه السباين تمتد من الاكروميال بروسس وعلى طول السطح الظهري للسكابيولا. يعني نشوف هذا الاكروميال بروسس بالطرف، من الاكروميال بروسس تمتد وعلى طول السطح الظهري، على اعتبار انه هذه صوره بالبوستيريور فيو. وتقسم هذا السطح الظهري الى تجويفين، فوزا يعني تجويف. فنشوف الى انه امتدت على طول السطح الظهري، وقسمت هذا السطح إلى تجويفين، تجويف علوي وتجويف سفلي. التجويف العلوي small supraspinous fossa، small يعني صغير، سوبرا من superior يعني علوي، وسباينوس من spine، وفوزه تجويف. فالتجويف الشوكي العلوي الصغير موجود أعلى الspine، والتجويف الشوكي السفلي الكبير موجود أسفل الspine. نشوف انه التجويف العلوي يكون صغير والتجويف السفلي يكون كبير. The deep interior surface of the scapula constitutes the subscapular fossa. المساحة السطحية الكبيرة والواسعة والعميقة من السكابيولا بالانتيريور فيو يعني بالسطح الأمامي أيضا تشكل تجويف يسمى بالسبسكابيولار فوزا.
نشوف انه هذه الصوره بالانتيريور فيو موجود بها السبسكابيلار فوسا. The small coracoid process provide attachments for some shoulder and arm muscle. الكوراكويد process ايضا هو بروز، وايضا من وظائفه هو يشكل نقاط لارتباط عضلات الشوردر والارم. لو نرجع للصور فهذا هو الكوراكويد بروسس بالانتيريور فيو. بالبوستيريور فيو موجود هنا يتجه نحو الامام، وهنا موجود بالليترال فيو، هذا هو الكوراكويد بروسس. لو نجي نرجع لهذه الصوره فهنا هذا البروز هو الكوراكويد بروسس، فهو يشكل نقاط لارتباط العضلات. A glenoid fossa located in the superior lateral portion of the bone articulates with the head of the humerus. الجلينويد فوزا تجويف الجلينويد موجود بالجزء العلوي القريب من الطرف اللي هو superior lateral portion. الجزء العلوي اللي هو هذا الجزء، والليترال معناه هنا بالطرف، فهنا موجود الجلينويد فوزا اللي هو بالليترال فيو موجود هنا وبالبوستيريور فيو هنا. اذا هو عبارة عن كيفيتي تجويف اللي تقعد به رأس الهيوميرس. لأنه هسه بعدين من حناخذ بالشولدر جوينت. تعريف الشولدر جوينت هو عبارة عن بول اند سكند جوينت. البول يمثله هيد اوف هيوميرس، رأس الهيوميرس، والسوكت تمثله الجلينويد كيفيتي. يعني الشولدر جوينت متكون من تمفصل رأس الهيوميرس مع تجويف الجلينويد. إذا الجلينويد كيفيتي يشكل التجويف اللي حيقعد به رأس الهيومرس ويتمفصل وياه حتى يكون الشولدر جوينت. العظم الثاني هو الكلافيكل. Is a long bone with a slight sigmoid curve and is easily seen and felt in a living human. هو عبارة عن عظم طويل مع انحناء بسيط بالإمكان بسهولة أن نشاهده ونشعر به في الإنسان الحي، اللي هو عظم الترقوة. Its lateral end articulates with the acromial process. النهاية الطرفية مالتها تتمفصل ويا الأكروميان بروسس، وشفنا بالصورة إنه الأكروميان تتمفصل ويا الكلافيكا. Its medial end articulates with the manubrium of the sternum. الاسترنم هو عظم القص، والمانيوبريم of the sternum هو الجزء العلوي من الاسترنم. يعني لو نرجع لهذا الرسم فهذه هي lateral end للكلافيكا تتمفصل ويا الأكروميان، وهنا موجودة الميديال اند للكلافيكا تتمفصل ويا المانيوبريم of the sternum، هذا هو الجزء العلوي اللي هو manubrium of sternum. This articulation form the only bony connection between the pectoral girdle and the axial skeleton. هذه الارتباطات مال الكلافيكال هي الارتباطات العظمية الوحيدة التي تربط حزام الكتف بالاكزيال سكيلتون. الاكزيال سكيلتون هو هذا، فهنا هذه الارتباطات الاثنين هي الارتباطات العظمية الوحيدة بهذا الاكزيال سكيلتون، ماكو اي ارتباط ثاني غيرها. The clavicle holds the upper limb away from the body facilitating the mobility of the limb. الكلافيكال يحمل الطرف العلوي بعيدا عن الجسم ويسهل بحركة الأطراف. Shoulder joint definition. تعريف shoulder joint. The shoulder joint is ball and second joint formed by the head of the humerus and the glenoid cavity of the scapula. إذا هو عبارة عن ball and second joint. البول يمثل ال head of the humerus والسوكيت هي الجلينويد كافيتي. It is also referred as humeroscapular joint or glenohumeral joint. لأنه متكون ما بين الجلينويد والهيوميرس فسميه glenohumeral joint أو سميه humeroscapular joint. Anatomical components. مكونات هذا الجوينت. أول شيء articular capsule. كالعادة في أي synovial joint توجد كبسول، هي عبارة عن غشاء أو غلاف يغلف المفصل بالكامل. A thin loose sac that completely envelops the joint. هي عبارة عن تركيب كيسي واسع ونحيف والذي يغطي المفصل بالكامل. And extend from the glenoid cavity to the anatomical neck of the humerus. ويمتد من الجلينويد كافيتي إلى رقبة الهيوميرس. طبعا هذه حناخذها من ضمن الهيوميرس، إنه الرقبة تقسم إلى قسمين anatomical neck و surgical neck. كل المطلوب إنه نعرفه حاليا إنه تمتد من الجلينويد كافيتي إلى رقبة الهيوميرس. The inferior part of the capsule is the weakest area. الجزء السفلي من هذا الكبسول هي منطقتها الأضعف. لو نشوف هذه الصور فهنا موجود articular capsule، هو عبارة عن تركيب غشائي أو كيسي يغلف الجوينت بالكامل. طبعا ما نقدر نشوفها بشكل واضح لأن موجودة ligament فوقها. المكون الثاني هو الكوراكوهيومال ligament. هو ligament يمتد من الكوراكويد إلى الهيوميرس. Strong broad ligament that strengthens the superior part of the articular capsule. هو عبارة عن
رابط قوي وواسع والذي يعزز ويقوي الأجزاء العلوية من Articular Capsule. And extend from the coracoid process of scapula, يمتد من الكوراكايد process the scapula to the greater tubercle of humerus. Tubercle يعني بروز أو مكان مرتفع. فالهيوميرس الرأس مالته بي greater tubercle والlesser tubercle. وهذه حناخذها من ضمن الهيوميرس. لو نجي نشوف هذني الصور، فهنا برأس الهيوميرس هذا البروز صغير اسمه lesser tubercle، وهذا البروز الكبير اسمه greater tubercle. فبالتالي نرجع لهذه الصور، هنا مكان الليزر توركل وهنا مكان الجريتر توركل. فبالتالي الكوراكو هيومرال ليجمنت هو عبارة عن ليجمنت يمتد من الكوراكويد اللي هو موضوعه هذا من هنا إلى أن يوصل الجريتر توركل اللي هو هذا. فإذا هذا هو الكوراكو هيومرال ليجمنت من الكوراكويد إلى الجريتر توركل. جلينو هيومرال ليجمنت هو ليجمنت يمتد من جلينوت كافيتي إلى هيومرس. Three thickening of articular capsule over the anterior surface of the joint that extend from the glenoid cavity to the lesser tubercle and the anatomical neck of humerus. هي عبارة عن ثلاث أربطة تغطي وتعزز السطح الأمامي من الجوينت. تمتد من الجلينوت كافيتي إلى أن تصل إلى lesser tubercle والأناتوميكال نيك بالنسبة للهيومرس. لو نرجع لهذه الصورة، فهنا موجودة الجلينو هيومرال ليجمنت، هي عبارة عن three ligaments، هذه العلوية وهنا الوسطى وهذه السفلية. These ligaments are often indistinct or absent and provide only minimal strength. They play a role in joint stabilization when the humerus approaches or exceeds its limits of motion. هذه الليجمنت تكون معدومة أو تزودني بقوة ودعامة قليلة، ولكن هي تلعب دورا في استقرار مفصل الكتف عندما الهيومرس يتجاوز حده المخصص بالحركة. Transverse humeral ligament narrow sheet extending from the greater tubercle to lesser tubercle of the humerus. The ligament functions as a retinaculum to hold the long head of the biceps supragi muscle. بالبداية لو أجي على biceps supragi muscle، هذه هي عضلة biceps supragi، هي عضلة موجودة بالarm بها two head، long head و short head. لونج هيد باللون الاحمر والشورت هيد هذه. فاللونج هيد تمتد من هنا على راس الهيومرس والشورت هيد تروح للكوراكويد. اللونج هيد هذه تمتد بممر او معبر اللي هو عباره عن تجويف ما بين الجريتر ما بين الليزر. فنهايات هذه العضله نسميها التندن. التندن هو نهايه العضله والجزء اللي يربط العضله بالعظام. إذا التندن مال اللونج هيد يمر من خلال هذا الممر أو المعبر اللي هو ما بين الجريتر تبكا واللزر تبكا. فوق هذا التندن يجي ليجمنت مستعرض يمتد من الجريتر إلى اللزر. هذا الليجمنت اسمه ترانسفرز هيومرال ليجمنت، فهو نارو شيت extending from the greater tubercle to lesser tubercle of the humerus. The ligament function as a retinaculum to hold the long head of the biceps supragi muscle. تعمل ك طبقة مقيدة، خلينا نقول يعني هي الطبقة اللي تمسك التندن في مكانه لما تصير فت حركة مفاجئة، فبالتالي هي تساعد على استقرار وتثبيت هذا التندن. هذا معنى ريتيناكيوم، فهي تعمل كطبقة مقيدة للتندن مال اللونج هيد مال عضلة بايسبس براغي مصر. الجلينود لابرام، لابرام يعني الحافة أو الشفة خلينا نقول، فحافة الجلينويد. Narrow rim of fibrocartilage، rim يعني شفة أو حافة هميا، فهي عبارة عن حافة ضيقة من الغضروف الليفي around the edge of the glenoid cavity، حول حواف الglenoid cavity، and slightly deepens and enlarges the glenoid cavity، وهي قليلا توسع وتعمق الglenoid cavity. لو نشوف هذه الصورة، فهنا موجود glenoid cavity وهنا head of humerus. نلاحظ لأنه رأس الهيومرس هو كبير جدا مقارنة بالجلينوت كافيتي، فبالتالي الجلينوت كافيتي يحتاج إلى شيء اسمه اللابرام، الشفة والحافة والإطار. هذا اللابرام يوسع ويعمق ولو بشكل قليل الجلينوت كافيتي حتى يجعل شكلها تتلائم مع رأس الهيومرس الكبير جدا. البورسي فور بورسي ار اسوشيتد وذ شولدر جوينت. البورسي هو عبارة عن أكياس مملوءة بسائل معين، هذه موجودة في مفاصل معينة وعادة ما تكون موجودة بالسينوفيال جوينت حتى تمنع من الاحتكاك. They are subscapular bursae, subdeltoid bursae, subacromial bursae and subcoracoid bursae.
في مفصل الكتف موجود أربع من هذه الأكياس، واحدة بالسكابيولا سميناها ساب سكابيولار بورسا، واحدة بالدلتويد مصل هذه اسم لعضلة سميناها ساب دلتويد بورسا، واحدة بالأكروميا بورسا سميناها ساب أكروميا بورسا، واحدة بالكوراكويد بورسا سميناها ساب كوراكويد بورسا. نرجع لهذا الرسم، فهنا موجودة هذه الأكياس من وبساء معين هي هذه البورسا، فهذه هي ساب دلتويد بورسا، هذه مكان لعضلة الدلتويد، وهنا موجودة ساب كوراكويد بورسا تحت الكوراكويد بروسس، وهنا موجودة ساب أكروميان بورسا اللي هي هذه، وهنا موجودة آخر شيء ساب سكابيولار بورسا اللي هي بهذا الموضع. Stability of shoulder joint، استقرار مفصل الكتف. من المسؤول عن استقرار مفصل الكتف؟ Wide range of movement than any other shoulder. مفصل الكتف يمتلك مدى واسع من الحركات من أي مفصل آخر موجود بالجسم. Less stable than its location، يكون أقل استقرارا، وهذه عملية عكسية، يعني أنه أي شولدر بما أنه يسمح بمدى واسع من الحركات فيكون أقل استقرارا وأقل ثباتا، فهي عملية عكسية. Many dislocation تحصل فيه العديد من حالات الخلل. عوامل الاستابلتي هي ثلاثة، خلينا نقول بوني فاكتر يكون ويك، العوامل العظمية تكون ضعيفة، والليجمنتس تكون ضعيفة. العوامل العظمية تكون ضعيفة يعني ما عندي شيء اسمه close fitting bone in shoulder joint، يعني العظام غير متداخلة مع بعضها البعض، وبالتالي احنا نشوف بهذه الصورة انه تجويف الجلينود هو صغير جدا مقارنة برأس الهيومرس الكبير، فبالتالي ما عندي close fitting وما عندي تناسق بأحجام العظام المتمفصلة، على عكس مفاصل أخرى يكون بها البوني فاكتر سترون. وكذلك الليجمنت، أول شيء الليجمنت الرئيسية الموجودة في أي جونت هي الارتيكولار كابسول اللي هو الغلاف اللي يغلف الجونت بالكامل، فبما أنه الارتيكولار كابسول هي تكون ضعيفة من الجانب السفلي أو من سطح السفلي، فبالتالي هذا العامل أيضا يكون ضعيف. أما المصل هو main factor of stability in this joint، إذا العامل الرئيسي المسؤول عن استقرار مفصل الكتف هو العضلات، فمفصل الكتف يكون محاط بالعضلات بكل جوانبه، وبالتحديد rotative cuff muscle. rotative cuff muscle هي عبارة عن أربع عضلات تحيط بالshoulder joint، واللي هن اختصار هن sets، الـ S هي supraspinatus muscle، والـ I هي infraspinatus muscle، والـ T هي teres minor muscle، والاس هي سابسكابيولاريس ماسل. هذين الاسماء يقابل اسماء التجاويف اللي اخذناها، يعني سوبراسبايناتس فوزا موجود بيها عضله نسميها سوبراسبايناتس ماسل، وانفراسبايناتس فوزا موجوده بيها عضله نسميها انفراسبايناتس ماسل، وسابسكابيولار فوزا موجوده بيها عضله اسمها سابسكابيولاريس ماسل، والتيرس ماينر هذه عضله قطريه تجي بقطر السكابيولا من السطح الظهري. Movement of shoulder joint، الحركات اللي يسمح بها هذا الجوينت. The shoulder joint allows flexion, extension, abduction, adduction, medial rotation, lateral rotation, and circumduction of arm. إذا يسمح بكل الحركات الممكن إنهم أي ball and second joint يقدر يسويها. It has more freedom of movement than any other joint of the body. This freedom is sort of form، هو يمتلك حرية في الحركة من أي مفصل آخر موجود بالجسم. هذه الحرية ناتجة من أولا the looseness of the articular capsule، رخاوة الarticular capsule. ثاني شيء the shallowness of the glenoid cavity in relation to the large size of the head of the humerus، ضحالة الglenoid cavity. ضحالة هي ضد كلمة عمق، يعني ليست عميقة بالقدر الكافي، إنه الglenoid cavity تكون مسطحة مقارنة بالحجم الكبير بالنسبة لرأس الهيوميرس. Joint of clavicle، اخذنا بتعريف الكلافيكل انه الكلافيكل يتمفصل بالليترال اند والميديال اند ويا عظمين، فبالتالي من يتمفصل وياهم يكون مفاصل joint، وان كانت ليست من المفاصل الرئيسية التي تسمح بكمية كبيرة من الحركة، فبالتالي راح نيجي ندرس هذه المفاصل بالتفصيل. Both have segment ligaments، كلا المفصلين يحتويان على ليجمنت قوية تساعد في استقرارة. إذا أنا عندي sternoclavicular joint اللي يكون ما بين الستيرنوم والكلافيكال،
والاكروميو كلافيكال جوينت اللي يكون ما بين الاكروميون والكلافيكال. اول واحد نبدي به هو سترنو كلافيكال جوينت. The sterno clavicle joint occurs between the proximal end of the clavicle and the clavicular notch of the manubrium of the sternum together with a small part of the first costal cartilage. لو انت نشوف هذا الرسم فهنا موجود السترنم وهذه هي المانيوبريم اوف سترنم اللي هي القطعة العلوية من السترنم. بالمانيوبريم اوف سترنم موجود هذا المربع اللي هو نسميه clavicular notch of the manubrium of the sternum. لأنه هو المربع اللي يتمفصل به الكلافيكال فسميناه كلافيكال نوتش. إذن هذا الجوينت اللي هو سترنو كلافيكال جوينت occur between the proximal end of the clavicle أو أقدر أسميها الميديال end with the clavicular notch of the manubrium of the sternum together with a small first costal cartilage. كلاهما يكون معا ويا جزء بسيط من الفيرست كوستال كارتلج اللي هو هذا. It is synovial and saddle shape. نوعه يكون synovial joint was saddle shape اللي هو شكله يشبه شكل الحصان او سرج الحصان. The articular cavity is completely separated into two compartments by an articular disc. التجويف التمفصل يكون مفصول بالكامل بواسطة مجموعتين من الارتيكولار ديسك اللي هو القرص التمفصلي. خلينا نقول لو نشوف هذه هو الارتيكولار ديسك، هو عبارة عن قرص يفصل المساحة التمفصلية، فبالتالي صار على شكل مجموعتين. The sternoclavicular joint allows movement of the clavicle، يسمح بحركة للكلافيكال predominantly in the anterior posterior يعني بالانتيرير والبوستيرير and vertical glans في مستويات عمودية الأعلى والأسفل. Although some rotation also occurs، بالإضافة إلى أنه بعض الحركات الدورانية ممكن أنه تحدث. الجوينت الثاني هو acromioclavicular joint. The acromioclavicular joint is a small synovial joint between a small oval facet on the medial surface of the acromion and a similar facet on the acromial end of the clavicle. The acromioclavicular joint هو joint يكون ما بين acromion والclavicle. فهو عبارة عن synovial joint يحدث ما بين small oval faced نهاية بيضاوية الشكل من الميديال surface of the acromion مع جزء بيضاوي مشابه له من الكلافيكال. لو نجي نشوف هذه الصورة فهذا هو الاكروميون، هذا هو الكلافيكال. هنا موجود الاكروميو كلافيكال جوينت اللي هو الاي سي جوينت، فهو يتكون من الميديال surface الاكروميون اللي هي هذه النهاية القريبة على الميديال بلان والليتر surface للكلافيكال أو الأكروميال سورفس أقدر أسميها. It allows movement in the anterior posterior and vertical lines together with some axial rotation. كذلك يسمح بحركات في الانتيرو بوستيرو و vertical lines بالإضافة إلى rotation. نشوف هذه الصورة الثانية، فهنا موجود سترنو كلافيكال ليجمنت اللي هو يغطي السترنو كلافيكال جوينت، وهنا موجود الأكرومي كلافيكال ليجمنت اللي يغطي أكرومي كلافيكال جوينت. Rotator cuff injury and dislocation. Rotator cuff injury is a strain or tears in the rotator cuff muscle. إصابات وحالات الخلع التي تحصل في عضلات لوح الكتف. الإصابات التي تحصل في عضلات لوح الكتف هي عبارة عن التواء أو تمزق أو تعب أو إجهاد تكون في عضلات لوح الكتف. It is a common injury among baseball pitchers, volleyball players, racquet sport players, swimmers, and violinists. هي إصابة شائعة تكون عند لاعبي البيسبول ولاعبي كرة الطائرة وكذلك لاعبي الرياضات التي تحتوي على مضرب والسباحين وكذلك عازفي البيانو. Due to shoulder movements that involve vigorous circumduction. هذا يحدث نتيجة ل حركة الشولدر والتي يتضمن خلينا نقول circumduction حاد أو متجاوز للحد مالته. It is also occur as a result of wear or tears, aging, trauma, poor posture, improper lifting, and repetitive motion in certain jobs such as placing item on a shelf above your head. هو أيضا يحدث نتيجة من التعب والإعياء وكذلك ممكن الشيخوخة والوضعية السيئة بالنسبة لمفصل الكتف، رفع الأثقال أو الأحمال بشكل غير صحيح، وكذلك الحركات المتكررة في عمل معين مثل
وضع عناصر أو أشياء على كتفك أو على رأسك. Most often, there is tearing of the supraspinatus muscle tendon of the rotator. في أغلب حالات إصابات rotator cuff muscle, أكثر عضلة تتأذى هي supraspinatus muscle. فبالتالي يصير تمزق بتندن هذه العضلة. This tendon is especially predisposed to wear and tear because of its location between the head of the humerus and acromion of the scapula, which compresses the tendon during the shoulder movement. هذا التندن دائما ما يكون معرض للتعب والإعياء والإجهاد بسبب موقع الذي يكون ما بين رأس الهيوميروس والأكروميان أو السكابيلا، وبالتالي يتسلط عليه ضغط كبير خلال حركة الكتف. Poor posture and poor body mechanism also increase compression of the supraspinatus muscle tendon. الوضعية السيئة لمفصل الكتف وكذلك ميكانيكية الجسم السيئة أيضا تزيد من الضغط على تندن هذه العضلة. The joint most commonly dislocated in adults in the shoulder joint because its socket is quite shallow and the bones are held together by supporting muscles. هذا المفصل اللي هو مفصل الكتف هو من أكثر المفاصل المعرضة لحالات الخلع عند البالغين بسبب أن السوكت مالته اللي هي الجلينوس كافيتي هي شولو، تكون ضحلة ليست عميقة بالقدر الكافي، وكذلك العظام يتم مسكها مع بعضها البعض أو يتم جعلها متماسكة بواسطة العضلات الساندة لهذا المفصل، وبالتالي احنا قلنا انه العضلات تشكل main factor of stability in this joint. Usually in a dislocated shoulder the head of the humerus becomes displaced inferiorly where the articular capsule is less protected. عادة في حالات الخلع رأس الهيوميروس يخلع من الأسفل بحيث أن الأرتيكا كابسول تكون أقل حماية في هذه المنطقة. Shoulder intermuscular injection. الحقن العضلي في مفصل الكتف. The deltoid muscle is a frequent site for an intermuscular injection. عضلة الدلتويد اللي هي هذه العضلة هي موضع شائع للحقن العضلي. To avoid injury to major blood vessels and nerves, لتجنب الإصابة الأوعية الدموية الرئيسية والأعصاب, the injection is given in the mid portion of the muscle about 2 to 3 finger width. هذه الحقنة تعطى في منتصف هذه العضلة حوالي إصبعين إلى 3 أصابع بالعرض inferior to acromion of the scapula. يعني موجود الأكروميان نحسب إصبعين أو 3 ونطي العضلة بهالمكان هذا. And later to the axilla. الأكزيلا منطقة راح ناخذها بالآرم اللي هي منطقة الإبط صايرة هنا، فهي تكون later to the axilla يعني على طرف الأكزيلا هنا.